نشوف التفاصيل في تقرير زميلنا محمد بهاء. في دورته 46 يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للزائرين بحضور رئيس الوزراء ووزير الثقافة ومشاركة 850 ناشرا عربيا وأجنبيا. أهم ما يميز المعرض زي ما بقول كتب في متناول أسعار الجميع في مخيم مكتبة الأسرة الجديد اللي بقى مدعم ب 18 مليون جنيه لأول مرة، خيمة سور الأزبكية لقطاعات وزارة الثقافة على وجه التحديد، كل الكتب النفيسة وغالية الثمن حتى اللي في مشروع المركز القومي للترجمة طلع بأسعار رمزية جدا للجمهور هذا العام. الثقافة والتجديد هما شعار المعرض هذا العام، والإمام محمد عبده تم اختياره شخصية المعرض. أما ضيف الشرف هذا العام هي دولة المملكة العربية السعودية. لا، هو الإقبال لسه ما بدأش كتير، الجمهور لسه ما الناس خايفة، الناس إن شاء الله من الخميس بقى بكرة يبدأ، بقى الخميس والجمعة تبدأ الجمهور. أنا جاي على أساس إن ما فيش جمهور النهاردة. هو النهاردة أول يوم هيبقى فيه هدوء شوية، لكن بعد كده بيتطور الناس بتعرفها بالتالي بتيجي. هو الأول كان فيه 3 أيام لكبار الزوار، فدلوقتي مختلف إن إحنا زي الكبار بالضبط. معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعتبر أكبر وأقدم معارض الكتب في الشرق الأوسط تختلف دورته هذا العام عن سابقها من حيث عدد الدول المشاركة والأجنحة، فهذا العام 26 دولة تشارك، منها 19 دولة عربية وإفريقية، أيضا 48 جناحا بزيادة عن العام الماضي. معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام يقدم حصادا أعلى في تداول الكتب والمعرفة مقارنة بالأعوام السابقة، ليبقى شاهدا على المسيرة الثقافية والفكرية التي تقدمها مصر للمصريين وللعالم. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم.